هيا حلوين، كل سنة وانتم طيبين. خلاص كده العيد جه، كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب. ربنا يا رب يعني يرضينا كلنا ويتقبل مننا كلنا كل الخير اللي بيتعمل في أول يوم العيد. احنا خلاص صلينا وروحت البيت عشان نبدأ بقى كده اليوم مع بعض ونعمل الفتة ونعمل الرقاق وحاجات بتاعة العيد كده. بس حبيت أوريكم الأول الحاجات اللي جاتلي إيه، هدايا كده من اختي ومن صحابي. اقول لهم كل سنه هم طيبين وبخير. بصوا ده كده تشوكلت هيبقى حلو قوي، وكمان إيه مكتوب عليه عيد سعيد. بصوا الجمال ده، صاحبتي جايبهولي واختي بقى جابت لي. بصوا القمر ده حلو قد ايه، مش قادره اقول لكم قد ايه جميل. وكمان ده كده، يعني بصوا الحاجات دي والله بتفرق جدا جدا جدا. هادوا بعض، لو مش هنهادي بلحمة او بكده، او لو في اطفال حلو اوي ان احنا نهاديهم بالحاجات دي. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا بقى ندخل كده على المعركة بتاعة المطبخ ونبدأ مع بعض. جيت بقى عشان نعمل فتة، جبت حلة هحط بس شوية زيت صغيرين علشان اللحمة ما تتلسعش مني. بس انا بحب استخدم للفته حتت لحمه تكون طريه، فمثلا موزه او من السن او كده. فانا عندي هنا موز، بحب اشوحها الاول ومشغلة الكاتل على مية مغلية. انا بشطف اللحمة، ما بعرفش الصراحة اكلها كده مش مشطوفة، حتى مكان يعني ايدين الجزارين وكده. راح انزل النكهات اللي انا هضيفها ليها، فانا هحط بصل. بصوا بقى الحاجات دي بتدي طعم كده من الاول يعني. وعندي هنا فلفل اسود، وده حبهان بودر، ورق لورا، حبهان صحيح، وعندي طبعا مستكة. بعد كده بشوف بقى لو محتاجة حاجة اكتر بحط بتاعة الفتة. ممكن كمان احط طماطماية كده بس بعد التشويح يعني، وانا بحط المية المغلية. هبدأ بقى اسيبها كده على جنب بقى تاخد لون كده وتتشوح شويه، وبعدين اقلبها عشان ما تنزلش ميه، وازودها ميه مغليه. بس اتشوحت كده شويه، هبدأ بقى انزل عليها بميه مغليه. طبعا من المرحله دي انتوا بتشموا ريحه تحفه. هغلي ميه كمان علشان لما تعوز ان هي تتزود يعني اعرف ازودها. كل بقى ريحة المنكهات و الطعم بتاع اللحمة هيبدأ يطلع. هسيبها بقى تتسلق براحتها خالص، انا بحب اللحمة تكون مستوية على الاخر، فهسيبها لغاية ما اوصل لمرحلة السوى اللي انا عايزاها على الاخر. تاخد بقى وقت براحتها، و بس هغطيها واسيبها بقى ايه براحتها. هنا هنبدأ بقى نعمل صينية رقاق، فده رقاق عادي. بصوا بتعرفوا ان هو حلو لما يكون رفيع قوي كده مش تخين، وطبعا شوربه وتبقى دسمه. ممكن تحطوا فيها لو هي مش دسمه معلقه سمنه، معلقه زبده، زي ما انتوا حابين. وانا كان عندي لحمه المفرومه هنا كنت عاملاها وشايلاها في الفريزر، فمش هعملها معاكم. هنبدا بقى كده نعمل الرقاق، وطبعا بنسيح سمنه بلدي عشان ندهن كده بين الطبقات. اي زياده كده بتتكسر لجوه بيبقى شكلها حلو يعني متلوش كده. انا حطينا 3 طبقات، وبين كل طبقه وطبقه بندي يعني دهنه بسيطه قوي من السمنه. اللي يحب يحط قشطه كمان يحط، بس يعني عشان تبقى اخف كده. فهي طبقه بس رفيعه قوي قوي كمان من السمنه، ومش عليها كلها يعني عارفين تطعيم بس. بعد 3 رقات بقى نبدا نحط كده اللحم.
دي لحمه مفرومه، انا كنت عاملاها معاكم تقريبا في فيديو مكرونه بشاميل او حاجه كده، كنت شايله منها شويه ببصل بس يعني وبهارات، مش حاطه صلصه مش حاطه اي حاجه، بس نحطها ونضغط عليها كده ونكمل بقى بثلاث طبقات تانيين. وطبعا انا مسخنه الفرن قبل ما نبدا اصلا. هنزود بقى ايه يعني كبشه صغيره كده من الشوربه عليها، هي طبعا يعني المفروض ان هي مسقيه ان شاء الله حلوه، بس عشان تطلع اطرى شويه بس. هندهن بقى كده وشها سمنه وتدخل الفرن، وهوريها لكم لما تطلع بقى ان شاء الله. بدات اعمل بقى رز الفته، حطيت بس معلقتين زيت كده وعليهم معلقه سمنه، وانا بعمل كوبايه رز بس، فهشوحه بس شويه كده بحيث ان الرز بقى يعني يسخن بس شويه، وهنزل عليه بقى بنص كوبايه شوربه ونصها ميه، يعني هو تقريبا بياخد كوبايه وربع يعني، فممكن انزل نص شوربه وكوبايه الا ربع ميه، ونظبط الملح بتاعه واسيبه بقى يستوي واوريه. هنا انا كنت محمرين بقى الرقاق بتاع الفته، احنا بنحبها برقاق مش بعيش يعني، بندهنه بس سمنه او زبده زي ما تحبوا، بس يعني سمنه هيكون افضل، وفي الفرن كده على طول بيحمر ما بياخدش ثواني يعني. بصوا بيطلع جميل جدا، ومن ناحيتين بيبقى مستوي ومقرمش كده، فبيبقى حلو قوي قوي قوي. ولو ما جربتوش الفته بالرقاق يعني انصحكم تجربوه. فانا صحيت لقيت اختي هي اللي محمره لي بصراحه، ومصوره لي كمان حته وهي بتدهنه وتحمره، فهحطها لكم برده دلوقتي يعني، وبعدين نوريكم بقى بقيه الحاجات اللي انا حضرتها عشان نكمل الفته. هنا بقى ضربت الطماطم والخل والثوم، وهبدأ بقى اعمل كده الصلصة بتاعت الفتة يعني، واختي بتعمل الرز عشان يبقى كله مع بعضه سخن كده، ونبدأ نعملها على طول. وده كده شكل اللحمة والشوربة اللي انا سلقتهم معاكم في اول الفيديو. بدأت كده بقى، حطيت معلقة سمنة بلدي، وهنزل عليها بقى بكمية حلوة من الثوم، لان انا اللي هعمله ده هقسمه على اتنين بعد كده، هاخد منه شويه احمر بس بقى الثوم ده عندي، بس الثومه بقى اتحمرت، فهنزل عليها بشويه كده حلوين من الخل، وهشيل منها شويه عشان احطهم على الشوربه، وانزل بقى الصلصه. هنا بقى بدأت احمر اللحمه وادي الصلصه، وبرده الشوربه هنا بقى بغليها علشان احط لها اخد شويه، واحط لهم الثوم والخل والرز عندي اهو مستو. يبقى كده كل حاجه الفته ان شاء الله بقت جاهزه، ونبدا بقى نطبقها على طول في طبق التقديم. هنبدا بقى هنا كده نكسر الرقاق في الطبق بتاع التقديم اللي احنا هنحط فيه. طبعا الرقاق ما بيحتاجش شوربه كتير، لان هو مش زي العيش يعني، بيبقى خفيف خفيف كده نسائي. حطيت بقى كده شوربه مغليه على الخل والثوم اللي انا كنت شايلاهم، وده الرقاق المتكسر. هنبدا بقى نسقيه كده، مش قادره اقول لكم بقى طبعا يعني، كل سنه طيبين، روايح العيد كلها بقى. بس نبدا بقى نحط الرز. بصوا الرز برضو بالشوربه، وعشان حطينا شويه ميه فمش معجن قوي، ده كان ورق لورا كنت برضو بحطه مع الرز كده، بحس ان هو بيدي نكهه حلوه قوي. ممكن تحطوا حبهان صحيح، تحطوا اي طعم انتوا عايزين ان الرز يكون هو بيستوي ياخد منه يعني. بس وحمرت اللحمه والصلصه بقت جاهزه، فيعني مش قادره اقول لكم على الجمال. وبعد الرز كبشه كده صغيره برضو من الشوربه بالثوم والخل، عشان تبقى بصوا كل اللييرز يعني فيها نفس الطعم، بتحسوا كده ان هي ايه بتاعت بعضها يعني. بس شايفين بقى الصلصه اتسبكت وبقت جميله قوي، وريحه طبعا الخل والثوم مش قادره اقول لكم.
هحط بقى صلصة و طبعا بقى بتذوقوها يعني بالصلصة بالشكل اللي انتوا تحبوه، عايزين تعملوها دوائر، عايزين تعملوها فيها خطوط كده، بصوا تحفة بجد. وده كده بقى شكل اول اكل اول يوم العيد، بصوا قد ايه جميل. وطبعا مش قادرة اقول لكم الروايح دلوقتي بجد يعني انهيار. وبصوا الرقاق طالع بسم الله ما شاء الله، لونه حلو وكريسبي، ويعني الطبقة اللي بره كريسبي ومن جوه تحسه طري يعني. بصوا طبعا في قرمشة بس طريقة. إيه هنروح ناكل كده ونرجع بقى اوريكم إيه الاحتفال بتاع بالليل انا هعمله شكله ايه. كل سنة وانتم طيبين. بعد الغدا بقى وريحت شوية، تعالوا نقدم بقى حاجة حلوة. سو كيوت ازاي، خطيرة. هطلع دي من لابور، بس كيوت قوي قوي قوي. وطلعت بقى الكوبايات بتاعت العيد، انا يعني بحب دايما كده في المناسبات، اعتقد خلاص اتعودتوا عليا اجيب كده مجات او حاجه. بصوا شكله رهيب. ده زيه هصب شاي بقى، ايه هصب فيهم شاي و بس بقى هاخد الصينية دي كده ونروح بقى نتفرج على التي في. يا رب يكون الفيديو عجبكم وحسيتوا كده بأجواء العيد، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.